السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ منورين المكتبه تك. معاكم محمد في فيديو جديد. احنا بنيجي نقيم ساعه ونقول ان هي ساعه مميزه او ساعه كويسه، بنبقى حاطين جنبها ايه هو المتاح في نفس الفئه السعريه. يعني مثلا ما ينفعش اقارن ساعه اصليه بساعه كوبي، ما ينفعش اقارن ساعه اصليه بساعه اعلى منها اصليه، الفرق بينهم مثلا 500 جنيه. ده احنا لو بنتكلم في الفئه الاقتصاديه. فلما باجي اقارن دايما ما بين الساعات وبعضها بشوف ايه البديل في نفس الفئه بنفس الشكل وبيدي نفس المواصفات. احنا النهارده معانا الساعه الكيسليك الكي 11. بس قبل ما نبدا الفيديو خلينا نرحب بعضو جديد من اعضاء الديكوريشن اللي موجوده في السكيب بتاعنا، وهو بصراحه منتج مميز جدا. احنا النهارده معانا الساعه الكيسليك الكي 11، واحده من الساعات الاصليه في الاقتصاديه، واللي بتيجي في رينج سعر محترم جدا وامكانيات محترمه جدا وكواليتي محترمه جدا، اللي في الاخر مش هتلاقي ليها اي بديل. لما هتيجي تقرر تشتري ساعه بمواصفات الكيسليك وهتبص على البدائل اللي في السوق، زيرو. يعني اعتقد لو هنحط بديل هيبقى الميبرو لايت العاديه القديمه اللي سعرها في رينج سعر دي او اقل منها 100 جنيه، مع امكانيات اقل بكتير جدا، سواء في الشاشه، سواء في الريزوليوشن، سواء في الاولوزون ديسبلاي، سواء في البطاريه. تعال عليك في المقدمه، بس احنا النهارده معانا تجربه مميزه جدا لواحده من الساعات المميزه جدا، وهي الساعه الكيسليك الكي 11. يلا بقى نبدا الفيديو باول جزء، وهو الانبوكسنج ومحتويات العلبه. زي ما انت شايف ده شكل العلبه، مكتوب هنا كلمه كيسليك، وهنا عندنا ان الشاشه بحجم 1.39 والترا املو، والشاشه من الحاجات المبهره اللي كانت في الساعه. عندنا مكتوب ان الساعه اسمها سمارت ووتش كي 11. البطاريه مكتوب ان هي 40 يوم ستاند باي، وحقيقي البطاريه كانت مبهره في الاستخدام، لكن محدش هيحط الساعه ستاند باي. يعني انت مش جايب ساعه عشان تحطها قدامك وتشوفها تقعد 40 يوم ولا لا. فالبطاريه كانت ممتازه جدا الاستخدام، وده نتكلم عنه في سوفت وير ومواصفات تقنيه. عندنا مكتوب ان هي على مدار 24 ساعه بتقيس الهيلث بتاعتك، ده كويس جدا هنشوفه برده. اولوزون ديسبلاي، وده من الحاجات الجميله في الفئه السعريه ديت ان فيكون فيها اولوزون ديسبلاي، وتعتبر ما لهاش منافس في اي ساعه في اولوزون ديسبلاي وشغال طول الوقت. اعتقد دي اول ساعه فيها الاوبشن ده، ودي ارخص ساعه فيها الاوبشن ده. في الجنب مكتوب عندنا كلمه برده الترا املو. عندنا الناحيه الثانيه مكتوب ان الريزولوشن بتاع الساعه 454 × 454. الناس اللي متابعنا على صفحتنا على الفيسبوك شافت الصور اللي نزلناها الساعة من كام يوم، كانت من اروع ما يكون، شاشه كريستال تحفه. هنشوفها برده دلوقتي لما نفتح العلبه. شويه تفاصيل تقنيه عن الساعه، ان هي بطاريه 330 ملي امبير، وده لما نحطه في الساعه ما فيش فيها مكالمات، فانت بتاخد وقت بطاريه محترم جدا. الشاشه فول سكرين 2.5D فول اتش دي، طبعا فيها سليب مونيتور، فيها قياس نبض قلب، فيها ميوزك كنترول، فيها 40 مود رياضي، فيها بحث عن الموبايل، فيها تزامن الطقس، طبعا الساعه مقاومه للميه بمعيار اي بي 68، ده طبعا اكيد بالتجربه الشخصيه. فيها كاستم دايل تعرف تعمل فيها خلفيه، طبعا فيها ان انت يجي لك اشعار بالمكالمات والاس ام اس، تذكير بالجلوس. الساعه طبعا تاتش سكرين، بتشتغل بشكل كامل مع الاندرويد والايفون. دي كل حاجه خاصه بالساعه الصراحه، تشكيله مميزه من المواصفات التقنيه. طبعا هنا في الاخر الموديل واللون بتاع الساعه، ونفتح القلب مع بعض. عندنا اول حاجه بيكون شكل الساعه زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، وفي الظهر هيكون عندنا كمان الشاحن الماجنتيك اللي بالشكل دوت، اخر حاجه هو اليوزر مانوال او الكتالوج. كده احنا استعرضنا كل محتويات العلبه واللي موجود فيها، وده شكل الساعه اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في الجزء الثاني، وهو المواصفات التقنيه والسوفت وير الخاصه بالساعه اللي معانا النهارده، وهي الكيسليك كي 11. واحده من الساعات اللي انبهرت جدا بتجربتها، وتاخرت جدا في الريفيو الخاص بيها وجربتها، تجربه حلوه يعني قعدت معايا فتره كويسه. طبعا زي ما انت شايف ده شكل الساعه. الساعه شاشتها مميزه قوي، تحس ان هي ساعه كريستال كده الوانها والازاز اللي عليها. طبعا بتيجي بستراب 22 مللي، الاستراب مكتوب عليه كلمه كيسليكت بالشكل ده، والاستراب بيكون فيه اللوك اللي بيقفل الاستراب لما تكون قافل السعر. في الظهر برده مكتوب ان هي ساعه سمارت ووتش ديفايس، وعندنا هنا البنز بتاع الشاحن، بنشحن الساعه بالشكل ده، والساعه بتشحن في وقت من ساعه ونص لساعه. طبعا بنفتح الساعه بضغطه طويله على الزرار بالشكل ده كده، وهي هتبدا الساعه تشتغل بعد حوالي ثانيه او ثانيه. طبعا استخدمت الساعه على مدار الاسبوع اللي فات كله، كانت تجربه مميزه جدا وانبسطت جدا بالتجربه. واول حاجه نتكلم عنها هنا الدايمنشن والابعاد الخاصه بالساعه. وعندنا هنا اول حاجه نتكلم عنها هي وزن الساعه. وزن الساعه خفيف جدا مع الاستراب 53 جرام، ده وزن مناسب جدا. وزي ما قلت لك الساعه بتيجي باستراب 22، تقدر تغير الاستراب مع اي استراب تاني بنفس المقاس. من الحاجات برده الجميله قوي وهو سمك الساعه اللي جاي نحيف جدا، الساعه رفيعه وشكلها سيمبل جدا في اليد. سمك الساعه 11 مللي، وعرض الساعة
الساعة أو قطرها 45 ملي. ألوان الشاشة جميلة جدا يا شباب، بسطتني جدا تجربة استخدام الساعة وتحديدا ألوان الشاشة، وطبعا شكلها في الإيد بيكون مميز جدا. وزي ما انت شايف هوريك بعض الصور لتجربتها وشكلها في إيدي كان عامل إزاي. زي ما انت شايف هو ده شكلها في الإيد تمام، والويك أب إزاي بيشتغل بشكل مميز جدا، شكلها تمام زي ما احنا شايفين كده. طيب نستعرض بقى امكانيات السمع. بعض عندنا الزرار ده بيخلينا نقفل الساعة، او لو احنا مفعلين وضع الاولوز اون ديسبلاي مجرد ما نضغط عليه كده بيفعل الاولوز اون ديسبلاي. بالنسبة للزرار التاني ده بيخش على المود الرياضي مباشرة، وبنختار ما بين زي ما احنا قلنا 20 مود رياضي نقدر نلعبهم واحنا لابسين الساعة. طيب عندنا بقى الشاشات الرئيسية او الاربع شاشات اللي في الساعة، لما نصيب من فوق لتحت كده بنخش على الاربع الشورت كات اللي فيه اربع حاجات. اول حاجة البرايتنس، بعد كده السيتنج، بعد كده هنا الفايند ماي فون او البحث عن الموبايل، وهنا تشغيل وضع عدم الازعاج، وبعد كده هيكون عندنا التاريخ واليوم والبطاريه، وهنا بنعرف الساعه متصله ولا لا. مجرد ما نفتح البلوتوث الخاص بالموبايل نبص على الساعه بالشكل ده كده هنلاقيها بقت متصله بدون ما نفتح اي برامج او نخش نفتح اي اعدادات. الساعه بتربط لوحدها. اوبشن البحث عن الموبايل بيخلي الموبايل يضرب بالشكل. لما بنسوايب من الشمال اليمين كده بنخش على القائمة مباشرة، لما بنسوايب من اليمين للشمال بنخش على الشاشات الجانبية اللي فيها اول حاجة البيانات اليومية بتاعتنا، الخطوات والمسافة والسعرات الحرارية، بعد كده عندنا الهارت ريت او نبض القلب على مدار اليوم، بعد كده عندنا الاكسجين في الدم. لو احنا عايزين نقيس الاكسجين في الدم بنضغط كده، بس طبعا هي مش بتقيس اطلاقا طول ما هي مش ملبوسة. وعندنا نقطة مهمة نتكلم فيها، وهو ان سنسور قياس نبض القلب مختلف عن سنسور الاكسجين في الدم، ده باللون الاخضر وده باللون الاحمر، وده على مدار تجربتنا للساعات السمارت ووتش كان بيدي قياس ادق في النسبه ما بين الاكسجين ونبض القلب. خلينا نجرب كده الاثنين ونشوف درجتهم على الاكسوميتر عامله ازاي. اول حاجه هي مقارنه قياس نبض القلب مع الاكسوميتر، هنا الاكسوميتر مدي 91، وهنشوف دلوقتي الساعه هدينا كام. هما الاثنين مدين نفس الدرجه 87، هنا 88، هنا 86، 85، هنا برده 86. القياس يعتبر متقارب بشكل كبير جدا. نروح مع بعض كده ونشوف قياس الاكسجين في الدم هيكون عامل ازاي، ونخليه يقيس الاكسوميتر مدي 97 والساعه 97، الاثنين يعتبروا قياسات واحده. تعال نروح تاني للنبض ونشوف القياس النبض هيكون عامل ازاي. الاكسوميتر زي ما انت شايف مدي 82 83، والساعه برده نفس الكلام 83. الموضوع يعني يروح وبيجي مع بعض، الاثنين بقوا 83 اهوت. الاكسوميتر زاد شويه لحد 87، هنشوف الساعه هتزيد ولا لا. اعتقد هتزيد برده، بقت 84 اهو، 85 84. طبيعة الحال القياسات هتكون اكيوريتي، احنا بنتكلم في ساعه اصليه في الفئه الاقتصاديه، فبطبيعه الحال بتكون الساعات دي بتقيس بشكل كويس. بعد الاكسجين في الدم هيكون عندنا هنا تزامن درجه الحراره الويزر، بعد كده عندنا هيكون قياس النوم بتاعك، نمت كام ساعه نوم عميق وكام ساعه نوم خفيف، وبعد كده بيكون عندنا الساوند والتحكم في الساوند من خلال الساعه اللي طبعا شغال بشكل كويس جدا، وتقدر تلبس ايربود وانت لابس الساعه وتتحكم في الساوند من على الساعه بشكل كويس جدا. نطلع لفوق كده بنخش على الاشعارات اللي بتيجي بنفس شكل الاب. عندنا ده اشعار جاي من الجيميل، وعندنا ده اشعار تاني جاي من الانستجرام، واشعارات الواتساب بتيجي بشكل الواتساب زي ما احنا شايفين اهوت، مثلا سعر الساعه الجي تي اي فالمسج بتيجي. فزي ما احنا شايفين ده شكل الاشعارات، والاشعارات بتيجي برده بنفس الشكل البرنامج. نخش على القائمه بالشكل ده، وعندنا اول حاجه في القائمه هي الالعاب الرياضيه المتعدده اللي ممكن نلعبها واحنا لابسين الساعه، وخلينا استعرضهم معاك برده بشكل بطيء كده. هم حوالي 20 تطبيق موجودين تقدر تلعبهم وانت لابس الساعه، وطبعا الساعه دي ساعه رياضيه بالدرجه الاولى، لان انت ممكن تلعب بيها العاب رياضيه زي السباحه وغيره. بعد كده عندنا الحاله الراهنه الوضع اليومي بتاعك، بعد كده عندنا الهارت ريت ونبض القلب واللي شغال على مدار ال 24 ساعه. لو احنا دخلنا على البرنامج الخاص بالساعه بالشكل ده ودخلنا على معدل ضربات القلب، دي معدل ضربات القلب بتاعتي على مدار اليوم، ومثلا وليكن ده امبارح معدل ضربات القلب امبارح، اول امبارح برده معدل ضربات القلب، فهو بيقيس لك كل يوم الوضع عامل ازاي. طيب بعد نبض القلب هيكون عندنا الاكسجين في الدم، برده نفس الكلام بيقيس لك الاكسجين في الدم على مدار اليوم، ده الاكسجين في الدم كان عامل كده وده كان الاكسجين في الدم عامل كده امبارح، واعتقد الوقت اللي نازل فيه ده وقت كنت قلعت فيه الساعه، نفس الكلام برده على مدار مثلا 3 ايام فاتوا، ده معدل قياس نسبه الاكسجين وهي بتقيس على مدار اليوم. بعد كده عندنا هنا الويزر، بعد كده عندنا هنا النوم، النوم برده فيه اوبشنز حلوه جدا، سجل النوم بتاعك، انا نمت
امبارح 8 ساعات او امبارح 10 ساعات، فهي بتقيس برضو وبتعرفك الداتا بتاعت النوم بتاعك والاكسجين والنبض. بعد كده عندنا هنا التحكم في الساوند اللي شغال بشكل كويس جدا واحنا بنسمع من على ايربود او بنسمع من ساوند، وليكن مثلا ده ساوند شغال معانا بالشكل ده كده، نقدر ان احنا نوقف الساوند، نقدر نشغله مره تانية، نقدر نجيب الساوند اللي بعد كده، نقدر نجيب الساوند اللي قبل كده. فالاوبشن شغال بشكل كويس جدا سواء انت بتسمع من على الموبايل او بتسمع من على الايربود. بعد كده عندنا هنا الوظائف الاخرى اللي في الساعه، البحث عن الموبايل، وهنا الساعه الستوب واتش، وهنا المؤقت لو عايز تعمل مؤقت للساعه. بعد كده في السيتنج اللي اول حاجه فيها لو انت عايز تعمل تقفل الساعه، او لو عايز تعمل اعاده ضبط مصنع، او لو عايز تتحكم في السطوع. في كمان هنا لو عايز تتحكم في الخلفيات اللي موجوده على الساعه وتختار واحده منهم، واحده من اجمل الخلفيات اللي موجوده في الساعه شكلها مميز قوي. وبعد كده عندك هنا الكيو ار بتاع البرنامج، وهنا الاباوت بتاع الساعه في 11، واخر حاجه هو تحكم في الاولوزون ديسبلاي في الشكلين دول، الشكل العارب والشكل الديجيتال. العارب طبعا شكله مميز جدا، لكن برضو خلينا اوريك شكل الديجيتال ده بيكون شكل الاولوزون ديسبلاي. كده احنا خلصنا كلامنا عن السوفت وير ومواصفات التقنيه، شكل الساعه من جوه وامكانياتها الداخليه. تعال بقى نخش على الجزء ده من الفيديو، وهو البرنامج وربط الساعه بالموبايل. الساعه بتشتغل على برنامج اسمه جلوري فيت. برنامج اشتغلنا فيه فتره طويله وكان في الساعات الاصليه تحديدا. واجهه البرنامج سلسه وجميله وحلوه وفيها داتا حلوه جدا. اول واجهه عندنا وهي الداتا الخاصه بالصحه، سواء نبض القلب او سجل النوم او الاكسجين في الدم، والحاله اليوميه بتاعتك بتعمل تزامن مع الساعه مباشره. والكونكشن في غايه الروعه وغايه الجمال، كونكشن مستقر جدا جدا، وما تلاقيش الساعه تفصل منك او تهنج او كونكشن يفصل لوحده وهي في جيبك، لا لا خالص، كانت مستقره جدا، كانت ممتازه جدا في النقطه دي. اول حاجه عندنا سجل ضربات القلب، هنا سجل النوم، هنا الاكسجين في الدم. فزي ما انت شايف كده بيبان لك داتا جميله جدا بالنسبه لاي وضع انت بتعمله. يعني مثلا وليكن هنا المشي، بيبان لك هنا كل وقت انت مشيت، يعني مثلا مشيت من الساعه 11 24 ل 26، ومشيت من الساعه 10 ل 10 43، ومشيت من 8:02 ل 8:53 كم خطوه، ومشيت فيهم مسافه قد ايه، وحرقت كم سعر حراري. بيانات مميزه وبيانات جميله جدا. لما تخش على الهارت ريت تلاقي برده نفس الكلام، اعلى معدل واقل معدل والحد الادنى. سجلات بيانات النوم بقى هي الجميله قوي. فمثلا لما نخش هنا مثلا نشوف نوم، نمنا مثلا 10 ساعات فيهم يعرفك هنا ده الوقت ده كان نوم عميق من 3:04 ل 6:04، هنا مثلا كان نوم خفيف من 5:30 ل 7:15. داتا مميزه جدا وقياسات اعتمد عليها بشكل كويس جدا. طيب الجزء المهم عندنا في البرنامج وهو اتصال البرنامج بالساعه. اول حاجه هنا مستوى البطاريه وربط الساعه. هنا عندنا هنا بقى اهم حاجه الخلفيات اللي بتبقى مجموعه مميزه جدا من الخلفيات، نقدر ان احنا نبعتها على الساعه حسب الستايل بتاعنا وحسب الذوق بتاعنا. ممكن مثلا نبعت الخلفيه دي والخلفيات بتنقل بشكل سريع جدا. والحاجات الجميله جدا ان الساعه طول ما هي بتنقل الخلفيه ما بتقفلش، في ساعات كتيره تفصل لازم تفضل فاتح الواجهه الرئيسيه، لكن دي شغاله عادي ممكن تعمل لها اي حاجه طول ما الخلفيه بتنزل. وزي ما انت شايف ده شكل الخلفيه بعد ما نزلت، وانت بقى وذوقك ممكن تنزل الخلفيه اللي انت عايزها. زي ما انت شايف مجموعه مميزه جدا من الخلفيات اللي ممكن تحملها وانت لابس الساعه او من خلال البرنامج. طيب عندنا الخلفيات فيها ديجيتال وفيها عقارب وفيها بيانات وفيها داتا وفيها كل حاجه. دي الخلفيات اللي انت اوريدي حملتها قبل كده. عندك هنا لو انت عايز تنزل صوره شخصيه ممكن تختارها من على الاستديو وتبعتها للساعه، الموضوع سهل جدا. بعد الخلفيات عندنا هنا مراقب نبضات القلب، وبتفتح بس اوبشن ان انت يخليه يراقب على مدار اليوم ولا في الوقت اللي انت محتاجه بس. نفس الكلام هنا في الاكسجين. عندنا هنا الفتح، فتح انك لما يجي لك مكالمه الساعه تضرب وتعرفك، وفيها اوبشن حلو جدا ان الساعه تتاخر شويه عن رنه الموبايل، ده اوبشن بتفتحه وتقفله من هنا. وعندنا اوبشن كمان ان احنا نقفل المكالمه من على الساعه. بعد كده عندنا اختيارات الاس ام اس، الرسائل الاس ام اس. وبعد كده هنا تذكير التطبيقات، مجموعه كبيره جدا من التطبيقات الاساسيه والتطبيقات الفرعيه ممكن تلاقيها جوه في مزيد، وتبعت التطبيق اللي انت محتاجه، اي تطبيق على الموبايل هتلاقيه هنا. تبعت مثلا وليكن برنامج تو بي، نبعته يجي لنا اي اشعار يجي من برنامج يجي لنا على الساعه. عندنا هنا بعد كده التذكير بالجلوس، الساعه بتفكرك لما تقعد فتره طويله ما تتحركش، وهنا لو انت عايز تعمل وقت منبه. عندنا هنا بعد كده الويك اب، لما بنرفع الساعه كده زي ما انت شايف كده، اول ما بنرفع الساعه بنقوم بتقوم عامله الويك اب بتاعها. بعد كده عندنا هنا وضع عدم الازعاج، الساعه ما تفتحش وضع الاولوزون ديسبلاي، تقفل الاشعارات وتقفل الاهتزازات. عندنا هنا بقى المزيد من الاعدادات، اول حاجه فيها لو انت عايز تاخد لقطه للموبايل من على الساعه، فبنهز ايدنا كده تقوم تلقط لقطه للساعه. بعد كده عندنا هنا البحث عن الساعه بتعمل فايبريشن كده.
بعد كده عندنا هنا الوحدات القياس. هنا لو احنا عايزين بقى الساعة تبحث عن الموبايل نفتح الاوبشن من هنا. دي مدة ضغط الشاشة من 5 ثواني لحد 15 ثانية اللي هي الشاشة الرئيسية دي تنور لمدة 15 ثانية وتفصل لوحدها. هنا تحكم في نظام الوقت 12 ولا 24 ساعة. واخر حاجة لغة الجهاز، بتختار اللغة اللي انت عايزها او تحدد حسب لغة الموبايل. ده كل الداتا الرئيسية اللي موجودة في الساعة. من الحاجات المهمة اللي انت لازم تعرفها موضوع التحكم في الساوند انا وريتهولك، بس لو احنا رابطين ايربود هيبقى نفس الكلام. تحكم في الساوند من على الساعة، والصوت بيخرج من ايربود لان هي اصلا ما فيش فيها سماعة، تقدر ان انت زي ما انت شايف كده توقف الصوت وتشغل، تجيب الساوند اللي بعد كده، تجيب الساوند اللي قبل كده، او لو الساوند اشتغل شوية ترجع تجيبها من الاول. طيب بالنسبة لإظهار اسم المتصل، الساعة بتدعم إظهار جميع الأسماء المتصلة. تقدر ان انت تكنسل على المكالمة، تعرف كل المتصل وبعد كده ترد بقى من على الموبايل، او تكنسل المكالمة لو انت مش عايز ترد. كان تكون خلصنا الجزء التالت من الفيديو، نخش على الجزء الاخير وهو الخلاصة ورأي عام عن الساعة الكيسليكت K11. الساعة اللي بتيجي ببطارية من اكبر البطاريات في الساعات اللي ما بتدعمش مكالمات، واللي بتيجي بشاشة الترا امل باعلى ريزوليوشن في الفئة بتاعتها وهو 454x454. الساعة بتيجي بقياسات دقيقة او قياسات مقارنة بالاكسوميتر كانت شغالة بشكل كويس. ومن اكتر الحاجات اللي عجبتني هي البطارية، استخدام البطارية مميز قوي قوي في الساعة اللي معانا وهي الساعة الكيسليكت K11. طبعا الساعة بتدعم إظهار اسم متصل مع اوبشن ان انت تكنسل او ترفض المكالمة. ومن الحاجات المميزة جدا برضه اللي عجبتني في الساعة هو البرنامج الرائع، والداتا بتاعت الصحة بتاعتك بتيجي بشكل مميز جدا، وبتيجي وبرنامج بيجي مستقر ومتصل بشكل كويس. الحاجة او الديفوه اللي موجود في ساعات الكيسليكت واللي اتمنى يتصلح في الفيرجنات الجاية وهو خط العربي مش احسن حاجة في الساعة. ان شاء الله اكون خلصنا ريفيو خاص بالساعة الكيسليكت K11. اتمنى ما اكونش طولت عليك، اتمنى يكون الريفيو وضح لك كل حاجة محتاج تعرفها عن الساعة. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، لو الفيديو عجبك اعمل لايك الجميل، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم السمارت ووتش بشكل خاص، اكسسوارات الموبايل بشكل عام. معكم محمد في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.